نطلع من دون ما نخبر الماما؟ معقول يا عايدة؟ بلا حكي فاضي مايا، ليش هون بينعاش؟ أنا رايحة فيق الماما. أهلين ماما، نحن جهزنا حالنا وخلصنا مشان ما نتأخر بالطلعة. ما رح نسافر هلأ. طيب ليش بقى؟ أكيد ما رح تبقي هون بعد اللي صار. اهدي وخليني أعرف فكر شو بدي أعمل. ماما بشو بدك تفكري لسه؟ كل شي واضح قدامك. خلينا نروح، الله يخليكي. ايه ولوين رح نروح؟ قليلي، ليكني عم حاول اني ادور على حل. يا حبيبي والله اذا انتظرنا لتفكر معناتها شغلتنا شغلة. العيشة معك صايرة مو محتملة وكتير صعبة. مثل ما انتي كنتي وتسنيم وامينة كنايني فتون مثلكن، هي كنتي كمان. وبالنسبة لأولادها هنن أحفادي مثل ابنك بلال، ولازم تعرفوا إنه جواد بدل مراد. يا خالتي كيف بتساويني بوحدة مثل هاي؟ أنا كنتك وبنت أختك، بس هي من أهلها. أمي يا ريتك ما قلتي لها الحكي، هي متضايقة بدون شي. مرت عمي ما حكت شي غلط، نارين ظاني حالة غير كل الكناين. قد ما عملوها كأنها تاج على راسهم وصلت لهالحالة، يعني لو صحلنا هالدلال كنا شفنا حالنا. وين نارين؟ أنا بنادي لها. والله مرت عمي كتير عصبت، قالت خليها تجي على الأكل ولا تخليني نرفز منها. عن جد خالتي هي اللي قالت هيك؟ مثل ما قلت لك، قالت حطيناها على راسنا وتجاوزت حدودها. بصراحة أنتي معك حق باللي قلتي، مزبوط هي كنتها، بس معقول تساويها فيكي؟ برأيي لا تعصبيها وتعي كملي فطورك أحسن. كنتي بتعرفي مو هيك؟ كيف يعني؟ أنت طلبتي حط العقد لتشوفوا علي. شو هالحكي يا نارين؟ أنا من وين بدي أعرف إنه عندها هيك عقد؟ أنا شفته برقبتها مثلي مثلكن. مين اللي رح يخطر على باله إنه مراد يعمل لنسوانه التنتين نفس العقد؟ انسي يا روحي ولا توقفي عند هالشغلة. هو بالنهاية ما هداها لهديك هدية أغلى من هديتك، ما فرق بينك وبين فطوم بشي. عايدة شبك شو عم يصير لك؟ كله بسبب هادي اللي جواتي، ما هي أنا لازم أخلص منه. يجوز لأنك تضايقتي وانضغطتي، شو رأيك بزهورات؟ شو أعمل لك عايدة؟ بترجاكي يحكي أي شي. هاد أنا عم دور على موبايلي ما لقيته. بلال شو هلا عم تساوي؟ اسكتي ولا تذكري اسمي على لسانك. هلا بتاخدي بناتك وابنك وبتطلعي من هالفتي وبتنقلعي. مرة تانية ما بدي شوف وشك هون، انتي عم تفهمي؟ Thank you.
ألو، مرحبا ألين. إيه صحيح، هي أنا. إيه منيحة والولاد مناح، شكرا. نحن هلأ بهالفتي، أنا عندي شغل هون، بملك قطعة أرض بدي بيعها وما عم تزبط. ألين، أنا في إلي عندك طلب. نحن مضطرين نرجع على اسطنبول هاليومين لو لفترة قصيرة. خلص فهمت عليكي. أصلاً نحن ما كنا رح نضل كتير. مو مشكلة. بس ما بحبه لهالولد ابنه. إذا عم قلك ما عاد تشوفيه أكيد في شيء أنا بعرفه. صباح الخير. شو خفتي؟ لا مو هيك، بس كنت شاردة وسرحانة. طيب ليش مبارح رحتي مثل هربانة؟ قلت لك كان عندي شغلة. يعني مانك زعلانة مني؟ لا ابنوب، ليش لحتى أزعل منك؟ شو بيعرفني؟ لأنه بتعصبي من كل شيء. هاد اللي استنتجته بهالكم يوم؟ غلط يعني؟ ما بيعجبك شو ما بقول. على فكرة أنا أهدى بنت ممكن تشوفها بحياتك كلياتها. لا والله مانك هيك، بسرعة البرق بتقلبي وشك. اليوم ما رح أحضر الدروس، عندي مناوبة. عن جد؟ ايه؟ شو عم تقرا بهالفترة؟ بدك تعرفي انت شو عم بقرا. محلي ولا مترجم؟ الاولانية. تمام. الكاتب مرة ولا رجال؟ رجال طبعا. ليش هيك عم تحكيها؟ ما في كاتبات مناح يا بلال بيك؟ شفتي هاد اللي عم بحكي عنه؟ فورا بتعصبي يا بنتي. بلال ما تقول بنتي بيكون احسن. ها هاي عصبتي، شفتي شلون؟ بلحظة بتفوتي الواحد بالحيط. انت فت بالحيط يعني؟ انا ماشي على الشغل وبرجع على الغداء. بدي اقعد مع فتون خانم وشوف طلباتها، واذا ما كان معها مصاري انا بعطيها من جيبتي مشان تتيسر قبل المساء. الله يقويك ويوفقك. مع السلامه. الله يسلمك نارين، شكرا. يلا صحتين على قلبكم. صباح الخير. صباح النور، تعال اقعد افطار. صحة وهنا خالتي، ما جاي عبالي، بدي احكي شوي مع نارين. والله من يوم ما اجت سلفتي فتون القصر دبت فيه الحركة والحياة، مو هيك؟ ما بعرف كيف كنا عايشين من قبل. لا تحكي حكي من دون طعمة. هاي نارين، بتلطش حكي على الكل وبعمرك ما قلتي لا تسكت. عأساس كناينك مثل بعض وما بتفرقي بينهم. أنا رايحة أشوف جواد إذا فاق مشان خليه يجي يفطر. ملك أنتي سخني له كاسة حليب. دقيقتين وبتجهز. بنص الليل فتون شو بدها تساوي عندي؟ انت كيف بتخطر لك هيك شغلات؟ ما بعرف، هيك فكرت بصراحة. أنا وقت شفتها جاية من برا هيك بكتير. نارين شوفي، المخلوقة وضعها أصعب من وضعك بكتير، عرفت الحقيقة من جديد. هي من يوم يومها متعودة على العزة وفجأة اتبهدلت. إن شاء الله لسه بتشوف. من إمتى كنتي لئيمة وحقودة هيك؟ ها؟ الغيرة عمت لك عيونك وما عاد شفتي، وسودت لك قلبك. تركي المرة بحالها، هي راكدة ورا هم أولادها وعم تفكر كيف بدها تأمنهم. أستغفر الله. مثل ما بدك. شلونك ماما؟ نحن منعرف إنه بدك تبقي لوحدك، بس نشغل بالنا عليكي. مرهقة وتعبانة كتير، بدي ارتاح شوي. تسمحي لنا نطلع أنا ومايا لبرا؟ إذا صار وتأخرنا لا تتوتري وتخافي،
صحيح ماما، خلينا نطلع ونشم هوا لأنه اختنقنا بهالأوضة. ماشي طلعوا، بس لا تروحوا لبعيد وخدوا معكم الموبايل تبعي. شو عم تساوي؟ عم دور على مشفى منيح مشان اخذ موعد. عايده بلا ما نروح مشان الله، ما شفتي حالة الماما وقديه تعبانه؟ بلا ما نخليها هون لحالها. الو صباح الخير، انا بدي اخذ موعد منك. صباح الخير يا حبيب ستك. دخيل هالعيون الحلوين، يلا قوم خليني أعمل لك بيضة مسلوقة وأغلي لك كاسة حليب مشان تفطر. إيه؟ يلا قوم مشان تاكل، ما جعت؟ لا أكيد جعت، وبعدين إذا ما أكلت طول عمرك رح تضل صغير. شو وينه الأرنب تبعك؟ هو كمان رح نعطيه جزرة. جواد لا تبكي يا روحي، كل الولاد بصير معهم هيك. شايف هذا عمك عدنان؟ لما كان صغير كان دايماً يعمل تحته هيك. يسلم لي هالوش الرايق، وبكرة بس تكبر رح تتذكر هالشغلة وتضحك عليها. دخيله خليك دايماً هيك عم تضحك، وما بدي شوف دموعك. تقبر قلبها لستك. يلا حياتي قوم خليني غير لك تيابك مشان تصير ريحتك حلوة. يلا يا بطل. شو أخبار المناوبة؟ والله تعبت كتير. إيه خلصينا، ارتحتي من الدروس ومعاجبة؟ لسه الدروس أسهل، أنت ما بتعرف قديش تعبت من الصبح. خدي الملفات وروحي وتعي، توقعت أني رح أدرس. وفي ناس وعدونا أنه يدرسونا. طيب خلاص. صحيح بلال، أنت في عندك إخوات، ليش ما حكيت لي عنهم أبداً؟ شو اللي خطر عبالك؟ رتبت الملفات وشفت وراق نقلهم. أول وحدة اسمها عايدة، والتانية يمكن تذكرت مايا شماردي، ومكتوب اسم أبوان مراد. أنا ما عندي إخوات ولا شي. طيب مين بيكونوا هدول؟ قرايبينك يعني؟ هدول مالن شي بالنسبة إلي، فهمتي؟ هالبنات مالن شي بالنسبة إلي. صباح الخير. الحلو جواد فايق بكير كتير. شو مفكرة انتي؟ حفيدي انا مثل رجال الكبار، بينام بكير وبيصحى لحتى يضل نشيط. طمني، ارتحت من نومي عن ستك؟ يا الله، كلياتنا بلشنا نتعود عليه، الظاهر بلشنا نشتاق للصغار. بس محل جواد ما حدا بيقدر يعبيه بنوب. يلا ملاك، فوتي على المطبخ وحضري له سفرة غير شكل. يلا تحركي. من عيوني. ايه وانا فايتة معك احسن لشوف شو بدك تحضري له اكل. حطي الفطور وبعدين طلعي على غرفتي. على الارض في شراشف وبيجامة جواد اللي كان لابسها، اغسليهم وانشريهم خليهم ينشفوا. شو صاير ليش؟ هالصغير عملها تحته يا قلبي عليه. طبعا هيك بده يصير، وهو بهالعمر ما في شي ما شافه هالولد. ما تشغلي بالك، هلا بطلع بظبط. وفرشتي مسحيه منيح، وطالعيه على الممر لما ما يكون في حدا فوق. بس اصحكي شوفها جواد، مو حلو نخجله للولد. مايا انت وين كنتي لهلا؟ بتواليت. يلا نروح مشان ما نتاخر. عايده بترجاكي فكري مره تانيه. بشو بدي افكر لسه؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ انا عم اتوجع، في شي غريب عم يصير جواتي، وهذا يلي عم يخوفني. اذا بصير لي شي هون بعلق بلسانهم وما رح اخلص. الماما يمكن تنتحر اذا صار هيك شي. عايده بلا حكي فاضي، شو هاد يلي عم تقولي؟ يلا خلينا نروح. صباح الخير جواد. صدف عم تسأل عنك، عم تقول ليش جواد ما عم بيزورني؟
وهي اجى عمو فرات، يا ريت تقعد وتنتبه على صغير لبين ما انا اطلع وشوف امه، وانت خلص فطورك وبعدين بتشوفها. متفقين كثير مع بعضكم، هذا اللي شايفه. جواد من النظره بيفهم على سته، مو حبيبي؟ ملاك جيبي الفطور لابن اخوك. يلا امي. لوين رايحين؟ شو دخلك؟ بأي صفة عم تحاسبينا؟ انت كيف عم تقليلي ما دخلك؟ انا ستك ام ابوك يا بنت. عن جد ستي؟ ايه ما انتبهت لهلا. عايدة لا تقلقي، نحن اليوم او بكره رايحين، انتوا رح ترتاحوا ونحن رح نرتاح. اسمعوني شو بدي احكي، بدكم تشتغلوا طول النهار والليل مثل النحل، يلا يا ريت تشغلوا ايديكم اكثر ما تشغلوا تمكن. قلي لشوف كم مشوار في هون. ما بعرف شو السبب. ليش مين اللي بيعدهم؟ بالله مروان افندي هو كان يعدهم. مروان هلا ما عاد موجود، انا قلعته لانه واحد رزيل مثله ما له محل هون. نبال خانم ما بدي شاي، اعملي لي قهوة وجيبي لي اياها. شكرا. ليش هالعذاب؟ كل شيء لقمتين ثلاثة. قلقت عليك من امبارح بلا اكل. حضرتك كثير مزوقة، شكرا. بنتي فتون، انا ما كنت بدي اصير هيك ابدا. شو عم تحكي؟ من فضلك بدي اسالك سؤال، انت كان عندك ضرة؟ قديش عندك حظ لانه ما عشتي هالالم ابدا. ليش ولادك زوجتيهم مرتين هيك؟ نحن هون عاداتنا ما بيشبهوا عاداتكم ابدا يا بنتي. ايه منيح انه ما بيشبهوهم. في عندك بنت وحيده انت، تقبلي تزوجيها لملك على ضره؟ اكيد ما بيهون عليك تساوي هيك ابدا، وما رح تقبلي انه تزعليها وتحرقي لها قلبها. يا فتون صار اللي صار وخلص، ومو ممكن انه نغير المكتوب. بالنسبه لكم هالشغله مانا قديمه. شوفي تسنيم، من كم سنه كنتكم؟ هالبنوتة الصغيرة جبتوها ضرة على الست أمينة؟ جبناها مشان ما تنقطع خلفة عدنان، شفتي عاصم شلون وضعه. طيب نارين شو هي مشكلتها؟ جبتوها ومثل مالي شايفة جابت لكم ولد بكامل صحته. بدل ما تشكريني عم تقلبي وشك فيني؟ دافعت عن شرفك وقلعته. بدافع عن شرفي لوحدي وماني محتاجه لحدا بنوب. بالله عن جد؟ اذا مروان الحقير كان عم يلاحقك ليش ما قلتي لي؟ لانه ما في داعي ابدا انه اقول لك. شو يا بنت ليكون عاجبك؟ شو مناسبه هالحكي؟ رجعتي قلبتي خلقتك فيي؟ لك على القليله كلفي خاطرك وقولي بتشكرك، او قولي الله يوفقك يا بيك. فهميني أنا شو عملت لكم؟ أنا ما بعرف وأنتوا اللي بتعرفوا عم بتلوموني. هذا قدر ونصيب مكتوب يا بنتي. بهالحكي ما رح تخلصوا حالكم، كان ممكن تتصلوا فيني وتقولوا لي كل شيء، بس أنتوا ما عملتوا هيك. أنا حكيت مع المرحوم، قال لي أنا بحبها كثير وما بقدر أعيش من غيرها. هيك جاوبك؟ ومراد هو المهم بالموضوع. أنا شو ما صار فيني عادي، مو مشكلة. طيب مدام ابنك كل هالقد بيحبني، شلون رضيتي إنهم يعاملوني هالمعاملة السيئة ويهينوني؟ فتون خلينا ننسى كل شيء. لو هالأمور بتنتسى كنت شلتها من بالي. أنا حياتي انقلبت فوقاني تحتاني بسببه لمراد، ما ضل شيء سيء ما صار فيني. أنا إذا إلي ذنب ولو صغير قولي لي لو سمحتي.
نوب. صدقيني أنا مو قصدة زعلك، اللي صار ما رح نقدر نغيره، أصلاً نحن رايحين من هون. لو هم بتكون تروحوا؟ لا بنتي لا تعملي هيك. مو أنت بنفسك إجيتي وترجيتيني وقلتي لي طالعني من الحقل وخدني على المعمل؟ شو صار هالحكي ولا ما صار؟ ما قلتي لي خذ لنا بيت يحمينا وأنا بعمل لك اللي بدك إياه؟ صح، إي نعم. أخذت منك شي ليرة أجار بيت؟ لا ما أخذت. مو أنا عم دير بالي عليكي وأحميكي؟ إي مزبوط، ومقابل هالشي جبت لي ابن أخوك لعندي. طبعاً بدك تضحي كرمال هالشغلات، بهالوقت مين بيعطي حدا شي ببلاش؟ عقلي ولا توقفي بوشي. بقى أحسن ما تتحديني. حاولي تكسبيني وتكسبي قلبي. ما فهمت شو بتقصد يعني؟ ما تتغابي وتعملي حالك هبلة، أنت فهماني شو قصدي أكيد. أنا كل فترة بيجي لعندك، بخلي جيتي بالنهار وأختك بالمدرسة، وراتبك بتاخديه لو ما داومتي، وأنا بنفسي بشوف طلباتك. أنت شو مفكرني يا عدنان آغا؟ إذا انجبرت مرة وافقت مشان أختي، مو معناها إني صاحبك. يعني أنت هلأ قلتي لي لأ؟ إيه، عم قول لأ. طيب انقلعي من هون اذا هيك، يلا روحي دبري حالك. على شو عم تطلعي؟ روحي على المحاسبه لتاخدي اجرتك، وبكره الصبح بتفضي البيت. يلا يقطع عمرك ما اغباكي. شوي شوي. يلا جواد خذ شفة تاني. برافو علي، يلا تعا خليني غسلك ايديك وتمك. خالتي فتون كيفة؟ إن شاء الله منيحة. شلون رح تكون هيك؟ الدنيا فجأة انهدت فوق راسها. عم بتقول بدي روح بأسرع وقت. لوين بدها تروح مع ثلاث أولاد؟ اللي صار كسر قلبها، ما عم تسمع لي. طيب أنا رايح أحكي معها. ممكن فوت؟ أهلين. معلش نحكي مع بعض شوي. أنا بظن إنه ما عاد في داعي للحكي. بعرف إنك مزعوجة، بس على حسب معرفتي فيكي لو كنتي محلك كنت عملتي نفس الشي. على القليلة أنا ما كنت سمحت لحدا يستغبيك. ما حدا منهم استغباكي صدقيني فتون، لأنه الحقيقة كثير بتجرح. هن فضلوا يسكتوا وما يحكوا لك شيء. إيه وإنت لشو سكوتك؟ أنا فكرت إنه نحن أصدقاء وفتحت لك قلبي. فتون إنت جروحك كانوا عم ينزفوا، معقول إجي كمان حط فوقها ملح؟ بعدين إنت قلتي لي إنكم رح تروحوا. إيه شوي تاني رايحين أصلاً. القرارات اللي بتتاخذ بسرعة مانا منيحة. طولت بالي لآخذ قراري. وهلأ بدي كمل ترتيب أغراضي لو سمحت لي. تمام أنا ماشي، بس بالأول ممكن تسمعي اللي بدي أقوله؟ عم بتذكر وقت إجيتي لهون كنتي خجولة ومجروحة وعاجزة. صبحية هديك الليلة كنتي قاعدة جرم صخرة على ضفة الفرات، وقت عرفت قديش انتي بتحبي لمراد. مراد ما عاد موجود بالنسبة إلي. لسان مو دائما بيحكي لجوات القلب. كتير تغيرتي بهالفترة. المرة يلي شفتها أول مرة مانا انتي،
مانك خجلانة ولا حتى عاجزة. أنا واثق إنك رح تتغلبي على كل الظروف. لا توثق فيني هالقد، في شغلات فوق طاقة تحملي. لا لا تقولي هيك وما تستسلمي، ولادك محتاجين لك ولازم تقاومي من شانهم، ومتأكد إنك بتنجحي. خلصنا فرات، ما بدي أحكي بالموضوع لأني توترت. طيب ماشي فتون، بدي تعرفي إنه رح كون جنبك. غيرت رأيها؟ لا والله ما قدرت أغير لرأيها، لسه بدها تروح. لازم نلاقي طريقة لنساعدها، نستأجر لهم بيت باسطنبول، ندفع لهم أجاره سنة لقدام. بظن إنه ما رح تقبل يا خالتي، فتون عندها كرامة. أنا صار لازم روح، خالتي إذا احتجتي شي حاكيني. مع السلامة، الله معك. خلي ذهباتك لإلك، أنا بس بدي حقي مو أكتر. بنتي طالعي جواد وعاصم على الصالون بلا ما تضربهم الشمس. إيه أمي حاضر. تعال جواد، يلا أمشي عاصم. سبقنا لفوق. لسه في شي تاني مخبي عني يا ترى؟ هاها بلال ابني، ليش ما رحت على المدرسة اليوم؟ شبك لتكون مرضان؟ شو مرضان؟ مرقت على عمي، كان دايق خلقي. إذا داوم بمدرسة الحياة أحسن له. شو وين هالمنزعة وولادها؟ حدا شافهم شي؟ إيه أنا شفتهم من شوي، فتون عم بتقول ما بدها تضل هون وبدها تمشي. هذا الكلام يلي بنسمع في أحلى منه؟ طلعنا غلطانين، كنا من الأول لازم نقلها. وأنا قلت لك نفس الحكي، شفت شو صار؟ مين هاد؟ شو في بنت خالتي؟ مراد هو؟ ها؟ مستحيل يكون هو، متأكدة؟ يلا ردي عليه بسرعة. ألو مين معي إذا ممكن؟ شبك ليش سكرتي؟ قلي لي موبايله لمراد شو عم يعمل معك؟ كان بالشنطة اللي استلمتها من الضابط. يعني أنت اللي اتصلتي؟ إيه أنا، آخر رقم اتصل فيه مراد ما كان مسجل عليه اسم، وأنا حبيت أعرف مين صاحب هالرقم. طلعتي جنابك. وليش اندهشتي هالقد؟ دايماً كان يتصل ويسأل. والله عن جد؟ حياتي ما شفت اتصال إليك ولا رسالة. البابا مشان نحن ما ننزعج كان ينتبه كتير على هالشي. بلال لا تتدخل ابني، يلا لشوف طلع على غرفتك. وانت عدنان يلا.
فهميني انت لشو بدك توصلي؟ هي عرفتي كل شي بدك تعرفي. عدنان انا شو حكيت معك؟ طلع لفوق. بس يا ستي اتركهم خليهم يحكوا، يلا طلع لفوق لشوف. نحن رح نضل على الطريق شي ساعة ونص وبنرجع نفس الشي، وإذا طولنا شي ساعة بالمشفى منكون غبنا 4 ساعات وشوي. يعني في عنا طريقة تانية؟ الله يستر، كمان تركنا ماما لحالة وكتير قلقانة عليها، الله يعلم كيف حالتها. معناتها هذا هو سبب نفورك وكرهك إلي؟ بسببك أنت بقيت سنين طويلة عايشة وأنا لابسة قميص من نار. وهذا الوضع بسببي؟ بس ما كان عندي خبر بالموضوع. لما جوزني مراد كان عمري 15 سنة، نحن أخذنا بعضنا عن حب، بس بعد سنتين طلعتي أنت وبعدتينا ودخلتي بدمه لجوزي مثل السم. ما سمعتي اللي قلته من شوي؟ بشو أذنبت وأنا ما بعرف إنك موجودة أصلاً؟ أنت ما رح تعملي شي؟ تركيهم يرموا سمومهم لبرا وإلا هالمشكلة ما رح تخلص. روحي لهي لجواد وأصحك تخليه يطلع لبرا، وأنت تسنيم ادخليه. كل هالسنين ما جابك لعند أهله، ما انشغل بالك وسألتي حالك ليش هيك؟ قال لي ما بدهن إياكي. طيب ما سألتي حالك أو سألتي ليش أهله ما بدهن إياكي؟ أنت خلقتي وتربيتي باسطنبول، معقول ما حسيتي إنه في شي مو طبيعي؟ هو أقنعني، قال لي عادات عيلتنا مو مثل عاداتك، وإذا رحتي رح يسمعوكي شي سيء وما بدي تزعلي. مو لأنه خايف عليكي، لأنه خايف علي أنا. هو ما جابك لهون مشان ما انزعج وأتألم. بهالفتي الكل بيعرف انه انا مرته لمراد. اذا هيك ليش مراد كان عايش معي مو معك؟ 18 سنه يمكن ما قضى منهم معك 6 اشهر بالكثير. كله بسببك، لانك سممتي له عقله. انت عايشه هنيك براحتك وانا ابني هون كبر بحسره شوفت ابوه. تعرف اذا ضايقت امي بشي رح اوصلها هالمرة بنص راسها. ما رح تقدر تأذيها بنوب. وإذا أذتها أمك رح تقوم باللازم. شوف بلال، الزلمة ما بيهمه حكي النسوان، وقت الحقيقة لازم يحط أعصابه بتلاجة. تركنا من النسوان يصطفلوا يعملوا شو ما بدهن. يلا إذا بدك الصراحة الحق عليكي، أنا كنت مفكرة حالي تزوجت رجال أعزب. أنت اللي كنتي بتعرفي إنه مو هيك وما واجهتي وما حكيتي شي واستنيتي. أنا لو كنت مكانك مستحيل أقبل بهيك شي. انت ما حبيتي لمراد قد ما انا حبيته. اكيد انت حبيتي الشيء اللي قدم لك اياه، بس انا عطيته كل عمري، اشتقت له وبكيت كثير مشانه. انا رح شوف شو عم بيصير. لا وقف، لا تروح. يا الله دخيلك. انت عم تخلطي بين الحب والكرامه يا نارين خانم. انت لو كنتي محلي وتجوز عليك كنت طلقتي ما هيك؟ كنت طلبت الطلاق طبعا. الحب يلي بتفهموه انتو يا بنات المدن نحن ما بنعرفه. العذاب والألم يلي رح يجيني من الحب قبلاني فيه. هالكلام مو مقبول. المذنب الوحيد بكل هالموضوع هو مراد، ونحن واقفين هون عم نتخانق وعم ناكل بعضنا. شفتي؟ لسه ما صار لك يوم عرفاني الحقيقة وصرتي تشتكي من الوضع. أنا صار لي 18 سنة صابرة وما اشتكيت. لا تحكي عن القصة وكأنه شطارة. لو إنك اشتكيتي يمكن كان تغير الوضع. ما اشتكيت، لأنه ولا لحظة وحدة كنت شاكة بحبه لألي. ليش هيك مصدومة؟ ما مرق يوم ما اتصل وسأل علي وعلى ابنه بلال. أنا كنت بعرف كل شي عم بيصير معه وكان يشكي لي كل همومه. أنت ما عرفتي شي لحد ما أخذوا بيتك، بس أنا عندي علم بالموضوع. هو حكالي بلسانه، وبالنسبة إله أنا بيت أسراره. يمكن كان يشكي لك همه لأنك قريبته، وما كان يقول شي مشان ما اتضايق أو ازعل. فيكي تقولي اللي بدك تقولي، بس برأيي المذنب الوحيد هو مراد. تعرفي شو أكتر شي حارق قلبي موجعني؟ أنا لما فقدت أول ولد بوقت الولادة أنت كنتي حامل ببلال. شو يعني؟ أمي لما كانت حامل هي كانت حامل كمان؟ وجابت صبي؟ إن
شاء الله انبسطتوا من العرض اللي قدمناه. إذا كان في أسرار تانية مخبينة عني فيكن تحكوها هلأ. هي أسرار كمان، كل شيء صار واضح قدامك. هالمكان مانو لإلك، رجعي عالزبالية اللي جيتي منها. يلا طلعتوا يلي جواتكن وحكيتوا يلي بينحكى واللي ما بينحكى، وأنا ساكتة. انتهينا. طول ما انكن عايشين هون بدكن تتعاملوا مع بعض مثل الخلق والناس. هالبيت مانو لإلك ولا لإلها، هاد بيتي أنا، وأنا ما بحب المشاكل، وهذا اللي عندي. هذا يلي كنت خايف منه، عرفت انه إلها ضرة وصارت بدها تنكش قصص. نشكر الله بأن قررت تنقلع، وإلا كانت جننتنا على الآخر. أهلين حبيبتي. ألو رجب، أنا كتير مخنوقة ومتضايقة، إذا لقيت طريقة وطلعت فيني شوفك شوي. ولو يا ولدتي، أنت بتأمري أمر، أنا رح أطلع فورا. صدق الله العظيم. بدي اطلع ادور على البنات برا لانه انشغل بالي عليهم. الله يتقبل منا، الف الحمد لله. من شوي قامت القيامه تحت وانتي قاعده هون. قريت قران وبعدها دعيت لربي، بركي بيهدوا اهل هالبيت. والله بعد البلاوي اللي صارت ما بعرف اذا رح تنفعنا الدعوات تبعتك. فتون عم تنكش الماضي، واللي مخبينه رح يطلع. يعني شو بده يصير؟ تفائلي بالخير أحسن. بس لو بتعرفي شو بعرف. شو اللي بتعرفيه دخلك؟ أمينة احلفي لي يمين بالأول إنك ما تجيبي سيرة لحدا. معلش نحكي شوي قدرية خانم. بدكن تبقوا هون؟ انتي ما تشغلي بالك بنتي، انا رح احكي مع عدنان ومعن كلهم وما رح يطلع منهم شغلات تزعجك. لا ما رح نضل، انا قراري نهائي. انا بعرف انه اولادي اذا ضلوا بهالبيت رح يمرضوا نفسيا. كيف بدكن تعيشوا باسطنبول وانتم ما معكن مصاري ولا عندكن بيت؟ اذا اضطريت بشتغل خدامة وبصرف على اولادي لا تقلقي.